اليوم كانت مناسبة بالدورة ديال اكتوبر، الدورة العادية، يعرف الجميع بأنه الدورة الأخيرة التي عقدها المجلس هي دورة فبراير، والدورة ديال ماي لم تمكن بعقدها باعتبار الظروف ديال الطوارئ الصحية. هذه الدورة كانت مهمة جدا بالنسبة للمجلس، أولا للتعريف بكل ما قام به المجلس خلال هذه المدة في إطار المجهود ديال التعبئة الوطنية التي يقوده جلالة الملك حفظه الله في تدبير ومواجهة جائحة كورونا. كانت مناسبة للتدبير بالدور ديال المجلس، المساهمة ديال المجلس بالتعويضات ديال شهر مارس في الصندوق ديال تدبير جائحة كورونا، المساهمة ديال المجلس في التنزيل ديال كل التدابير الاحترازية على المستوى ديال التعقيم، على المستوى ديال النظافة، على المستوى ديال التعبئة ديال مكتب حفظ الصحة بالجماعة والمقاطعات، بحيث اشتغل بوتيرة يومية لتعقيم كل المرافق والعمومية وكذلك الساحة العمومية. وكانت فرصة كذلك للتعريف بما قامت به مجلس ديال الجماعة والجماعة لضمان استمرارية الخدمات والمرافق العمومية في الظروف ديال الجائحة، النظافة، الإنارة العمومية، بعض الإصلاحات، وهي فرصة للإشادة بالعمل ديال المنتخبين والعمل ديال الموظفين، بحيث بالرغم من الظروف الصعبة، بالرغم من الخوف اللي كاين على مستوى تدبير هذه الجائحة، ولكن الحمد لله استطعنا من خلال توفير الخدمات عن بعد، من خلال يعني الابتكار في الوسائل ديال العمل، أن تستمر الخدمات الإدارية والمرافق الجماعية. اليوم في الدورة ديال اكتوبر، هذه دورة مهمة باعتبار الميزانية ديال التدبير. كان عندنا خصاص على المستوى ديال المواد ديال التعقيم وديال التجهيزات ديال التعقيم. الحمد لله اليوم كنا خصصنا 3 مليون درهم، واليوم الجماعة تتوفر على التجهيزات اللي هي تتغطي التراب ديال الجماعة والتراب ديال المقاطعات، وكذلك المواد ديال التعقيم. وفي الميزانية ديال 2021 يعني دعمنا هذا الجانب هذا. وكان كذلك الجانب اللي هو دابا اليوم، هذه الدورة ديال اكتوبر هي دورة مهمة باعتبار هي الدورة ديال الميزانية ديال سنة 2021، برمجنا فيها واحد المجموعة من الاعتمادات اللي هي يعني إضافية. همت أولا كان واحد 11 ديال مليون ديال الدرهم اللي حصلت عليها الجماعة في إطار منحة ديال التحفيزية اللي أعطتها وزارة الداخلية لدعم أداء الجماعات، بحيث أنه الجماعة ديال فاس كان من بين الجماعات الثانية في المغرب اللي حصلت هاد 11 مليون ديال الدرهم، ووزعناها على هاد 11 ديال مليون ديال الدرهم باش نأهلوا المركب الثقافي ديال الحرية يرجع في حلة جديدة، نكملوا الحديقة ديال النباتات ديال فاس باش تفتح للعموم، ونأهلوا كذلك المحطة الطرقية لفاس. هذا الشق الأول في الموارد الإضافية. الشق الثاني في الموارد الإضافية، وهو توصلنا بالمساهمة ديال مجلس الجهة ديال مجلس العمالة وديال وزارة الداخلية في المشروع ديال الحد من والوقاية من الفيضانات بمدينة فاس. هذا واحد المشروع كبير، تقريبا الميزانية ديالو 60 مليون ديال الدرهم، وتم البرمجة ديال هذه المساهمات ديال مختلف المجالس بالإضافة للمساهمة ديال مجلس الجامعة، والآن الدراسات يعني في الطور النهائي ديالها باش نطلقوا العمل ديال هاد نعم المساهمة ديال المجلس. إذا كاين واحد 58 مساهمة ديال المجلس، 6.5 ديال المليون ديال الدرهم هي اللي تبرمجات. الميزانية بالإضافة لهاد الأمور هذه، في الميزانية كذلك برمجنا باعتبار أننا صادقنا على الاتفاقية ديال إحداث مركزين صحيين ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إطار تعليمات ديال جلالة الملك الله يحفظه، وفي إطار يعني التدشين اللي قام به جلالته في الزيارة الميمونة الأخيرة ديالو شهر مارس، بحيث كاين غيكون مركز في بنسودة ديال مؤسسة محمد الخامس ومركز مؤسسة محمد الخامس في شنال الورد. المساهمة ديال مجلس الجامعة هو 20 مليون ديال الدرهم، فتمت المصادقة على الاتفاقية والبرمجة ديالها في إطار يعني الحصة اللي غادي تكون في الميزانية ديال 2021. كانت بالإضافة للميزانية ديال الجماعة كانت واحد مجموعة ديال النقاط مهمة اللي هي الميزانية الجماعة شحال تتبلغ؟ شحال بلغت؟ تقريبا 700 مليون ديال الدرهم، فيها الشق ديال التسيير وفيها الشق ديال هاد 69.5 هي 10% حصة المقاطعات بستة. سيادة الرئيس، مادام حنا في الميزانية، هما شحال مستشرق بأن كاين ضعف في مداخل الميزانية لا بالنسبة للمقاطعات ولا بالنسبة للجماعة، وهذا ينعكس
التنميه في ظل هاد كوفيد 19؟ شنو هي الاجراءات ربما اللي انتم تشوفوها كفيله بضخ اموال جديده لربما الدعم قطاع التنميه بالمدينه؟ هو الميزانيه ديال الجماعه بالدرجه الاولى مركزه على الجانب ديال التسيير، والفائض هو اللي تيكون في التجهيز، واللي هو تيشتغل عليه المجلس ديال الجماعه هو تعبئه تمويلات جديده بالمساهمه ديال مجلس الجهه، مجلس الجماعه والوزارات المعنيه. الا ما كانش هاد التعبئه ديال هاد التمويلات، المجلس ديال الجماعه لوحده والميزانيه ديالو لا يمكن ان تقوم بالمشاريع التنمويه الاساسيه. النقط المهمه الاخرى هو اولا عندنا اشكال حقيقي فيما يتعلق بالمركب ديال السكني والتجاري والمهني ديال الحريه. هذا مشروع قديم من نهايه الثمانينيات. اليوم بغينا هذا الملف هذا يتحل باش الناس اللي هما مستافدين يحصلوا على القرارات ديال التفويت ديالهم، يمكن لهم يتصرفوا في الملك ديالهم. فالمجلس صادق على واحد الحزمه من القرارات بما فيها التعديل ديال المرسوم لادخال ديال المستفيدين الحقيقيين باش نكملوا معاهم المسطره ديال البيع، وعطينا لشركات العمران الامكانيات القانونيه. كان كذلك واحد الموضوع مهم ديال تجزئه الموظفين، وهو الذي حظي بنقاش كبير. هذه تجزئه من بدات الحكايه ديالها من سنه 1992 مرورا ب 1996 مرورا ب 2010 والى اليوم. هذه واحد العقار جماعي تقريبا جوج ديال الهكتار. فاللي اقترحنا على المجلس انه نعتمدوا معايير موضوعيه، لانه العدد ديال المستفيدين كبير والعدد ديال البقاع وديال الشقق صغير، اكثر من 300 اللي عندهم قرارات، والعدد ديال البقاع وديال الشقق 176. فاقترحنا ان تكون هناك معايير موضوعيه بتنسيق وتعاون مع الجمعيه، وهذا هو اللي كان المقترح ديال المجلس، انه يكون تنسيق مع الجمعيه ديال الاعمال الاجتماعيه ديال الموظفين والمستخدمين ديال الجماعه، وبتنسيق مع السيد المندوب الجهوي لمؤسسه الوسيط باعتبار انه كان عنده دور مشكور في هذه النقطه.